شاهدي اي سي سي عربي، اهلا وسهلا بكم في كورس نسم سي بي تي 7 بالعربي شابتر 17 الا وهو بعنوان البالانس تريننج. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا احمد مجاهد ماستر ترينر ودي قناتي اي سي سي عربي. بنقدم الشرح والترجمه لجميع المناهج الرياضيه الخاصه بكورسات المدرب الشخصي نسم اي سي سي ايس اكسوس انتنسيف. دلوقتي الانجليزي بتاعك مش هيبقى مشكلة او عائق في دراسة المناهج الرياضية الدولية باللغة الانجليزية، لان مع عايز السياء عربك الشرح بتاعنا بيبقى انجليزي عربي عرب انجليزي، صفحة صفحة بالكتاب سطر سطر، على الاستعانة بكل تكنولوجيا المونتاج. وده عشان نقدم لك الشرح والترجمة في صورة مبسطة تقدر تذاكرها وتفهمها من اي مكان في العالم. مهتم بالمجال الرياضي او عايز تبقى مدرب شخص وعايز تعمل شيفت كارير وتبقى مدرب، فاي سي سي عربي خيارك الامثل لاحتراف مهنة المدرب الشخص. لو عجبكم موضوع القناة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نبدأ الحلقة. من المواضيع اللي ناخدها النهاردة ديسكرايب ذا ساينتيفيك راشنال، الاساس العلمي للبالانس تريننج. دايما كلنا نسمع عن تمارين البالانس، بس من النادر ان الناس بتخليها انفولفد في الاكسرسايز بلاننج بتاعها. عضلات جسمنا دايما بتحتاج جميع عناصر اللياقه البدنيه، زي ما اخذنا قبل كده ان احنا بنطبق مبدا الانتجريتد تريننج سيستم، يعني مبدا التدريب التكاملي. وعشان العضله تبقى فيها جزء تكامل لازم تتدرب على الجزء البالانس، لان الجزء التوازن ده مهم جدا جدا جدا. ولو ما تعرفش الحكايه دي، احنا في حياتنا اليومية كلها بنستخدم موضوع البالانس ده ازاي، وانت طالع السلم وانت طالع العربية او الاتوبيس او وانت ماشي في الشارع، حتى اول ما بتلاقي زي حفرة بسيطة ممكن تلاقي رجلك تتلوي، او انت طالع السلم يختل التوازن بتاعك، او انت طالع على الاتوبيس فالعربية اتحركت فما قدرتش، فلو ما فيش توازن نقع على ظهرنا وتبقى العواقب ايه خطيرة. كذلك في النشاط الرياضي البالانس مهم جدا جدا جدا، وهو اساس قوتنا على الارض بمعنى اصح. تاني حاجة الاكسبلين بالانس تريننج بينيفيتس بقى للكلاينت ازاي، بتبقى تكمن اهمية البالانس تريننج للاعب بتاعي. نمرة 3 هنسامورايز ده كله، هنلخص البالانس تريننج فور فاريوس كلاينت تايب على حسب العملاء المتنوعين والانواع بتاعه الرياضات بتاعتهم والاهداف الصحيه، لان ده شيء بيكون مهم طبعا للجوينتس لانه بيقينا من مخاطر الاصابات. نمرة 4 ايدنتيفاي بروبر بروجريشن، ازاي ناخد تدريج للحمل او تخطيط لخطة البالانس او تمرين البالانس لو هنحطه في الاكسرسايز. رقم 5 هناخد امبلوي تطبيق بقى الطرق والانستراكشن والتعليمات الخاصة بتمارين البالانس. خليكم معانا ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. لازم تعرف ان الكونسيبت بتاع البالانس معتمد على ثلاث مصطلحات. اول مصطلح اسمه السنتر اوف جرافيتي. سنتر اوف جرافيتي جسمنا في الفراغ السرة بالظبط منتصف جسمنا، فهي السنتر جرافيتي يعني الجاذبية. يعني لو انت طولك اي مكان منطقة السرة يعتبر عندك السنتر اوف جرافيتي، بتفضل ثابتة يا كابتن؟ لا، زي ما هو واضح في الصورة لو فتحت رجل شوية كده هتلاقي ان النقطة الحمراء اللي على الشمال نزلت لتحت شوية، معناها ان هي بتتحرك على حسب تحرك الجسم بتاعي. هما ليه العلامة اللي من تحت ان انا كانت رجلي ضيقة ورجلي ايه فتح؟ ده اللي اسمه الايه البيس اوف سبورت. يعني ايه بيس اوف سبورت؟ يعني المساحة اللي بتوزع عليها وزن جسمك. زي ما هو واضح على الشاشة، كلما اقترب السنتر اوف جرافيتي اللي هو مكان السرة ده للبيس اوف سبورت، كلما حصل ايه حضرتك؟ كلما حصل استابيليتي اكتر على الارض. تخيل كده رياضة السومو مبنية على المنهج ده. ليه سألتش نفسك دايما بيلعبوا تحس ان هو موطي في الارض كده كأنه بيعمل حاجة غلط ولا حاجة؟ ليه؟ عشان السنتر اوف ايه؟ اوف جرافيتي، عشان السبورت على الارض. لكن لو انت غيرت الاتجاه بتاعك وقفت وضمم رجليك كده على مستوى الرفع، لو انا جيت زقيتك ممكن ايه
تطير خالص من قدامي. لازم نعرف ان البالانس هنا ليه اهميه كبيره جدا، او ظهرت اهميته في عده رياضات تنافسيه كبيره، زي مثلا عندك الالعاب اللي بتبقى فيها احتكاك جسدي كتير، زي كره القدم، كره القدم الامريكيه، الباسكت بول. المفروض طبعا اللاعب يحافظ على ثباته اثناء الايه المنافسه والاحتكاك. تخيل لو مفيش بالانس يحصل ايه؟ حتى وانت بتلعب في الجيم عادي، لو مفيش بالانس كويس جدا ممكن يحصل اصابات خطيره جدا في الجيمات. عشان كده تمارين البالانس بتبقى مهمه جدا، سواء كان رياضي او للحياه اللايف ستايل العاديه، عشان تقينا من ايه؟ من الاصابات، والحفاظ على وضع الجسم بدل ما يقع على الارض. البالانس نوعين، ستاتيك وديناميك. يعني ممكن وانا واقف كده ففي ستاتيك، ده ثابت، ممكن ديناميك وانا متحرك، صح ولا ايه؟ ده طبعا بيختلف، لان كل ما بتحرك كل ما السنتر اوف جرافيتي بتتحرك معايا، كل ما البيز اوف سبورت بيتحرك معايا. تخيل كده وانت واقف وهتمد رجلك له قدام، ده تختلف كل حاجه، البيز اوف سبورت والسنتر اوف ايه جرافيتي.